السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 68 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع الابتدائي. اليوم بدينا في الأسبوع الخامس، هو كمعروف بأنه أسبوع ديال الامتحانات، ايفالياسيون سوتيان اي كونسوليداسيون، هي التقويم والدعم. عندنا أول حاجة نبداو بها هي اكتيفيتي أورال، أنشطة شفوية. الأنشطة الشفوية عندنا جوج أنشطة. النشاط الأول قالك أونتي دون دي فوتو، باستعانة بهاد الصور اللي لتحت، سي دوسو اللي لتحت، ديكري وصف لينا لا ديسكريبسيون، ندير لنا لا ديسكريبسيون يعني الوصف اون 3 او 4 فراز، ثلاثة أو أربعة ديال الجمل. اون أكتيفيتي واحد النشاط دو سالون انترناسيونال دو شيفال، ديال المعرض الدولي للفرس اللي كاين في الجديدة هذا كيتنظم. النشاط الثاني raconte un événement auquel tu as assisté. عاود لينا واحد الحدث اللي حضرتي ليه. Et toi, des photos ci-dessous. استعن بهذه الصور اللي تحت. هنا هذا ان اتوليي، واحد الورش، وهذا شي مهرجان ولا مثلا داك الكيرمس اللي كيدار في المخيمات. وهذا كتلاحظوا كاين كلون، كاين واحد بهلوان، وكاين هذا ميكي، وهنا كاين الاطفال، يعني واحد الامسيه ديال الاطفال غالبا. هذه حنا غنعتمدوا على النشاط الاول غنتوسعوا فيه مزيان، ديال معرض الفرس في الجديده. غنعطيكم واحد النص خذوا منه اللي بغيتوا تستعنوا به، وتستعنوا به حتى في النشاط الثاني اللي بغيتوا. تلاحظوا معايا النص نقراوه ونشرحوه، وهذا خذوا منه الجمل او نقلوا كما هو بالضبط. لاحظ معايا le salon du cheval del jadida، يعني معرض الفرس في الجديده. le salon du cheval del jadida se déroule chaque année au parc d'exposition محمد VI. كي هذا معرض الفرس في الجديده كي se déroule، يعني كيتنظم كل سنه، chaque année au parc d'exposition، يعني بارك يعني في حديقه المعارض او حديقه المعرض ديال محمد السادس. Il réunit, يجمع sous son chapiteau، تحت خيمته، chapiteau هي ديك الخزانة الكبيرة، son chapiteau يعني واحد الخيمة كبيرة، de nombreuses expositions، العديد من المعارض، comme celle de la cavalerie royale، بحال المعرض ديال la cavalerie يعني الخيالة الملكية، cavalerie الفرسان الملكيون. Plusieurs régions du royaume، العديد من مناطق المغرب، expose تعرض لي، شنو كتعرض؟ لي توني تراديسيونيل، يعني الازياء التقليديه دي كافالي ديال الفرسان، اي دي سيل وديال السروج، لي سيل اورني المطرزه، دو برودري دوري، بداك ديك الطرز، دوك الخيوطه المذهبين دوري. كتشوفوا السروجه اللي كيركبوا اللي كيديروا على الخيال، اللي كيديروا على الخيل. Le salon est aussi l'occasion، قالك هذا المعرض هو ايضا فرصه ديكسبوزي، اننا نعرضوا دي بيجو، نعرضوا المجوهرات، دي تابي نعرضوا الزرابي ديال الصناعه التقليديه لارتيزانا ماروكا، دي تابي اي دوتر اوبجي، والعديد من الادوات والاشياء دارتيزانا ديال الصناعه التقليديه، لارتيزانا الصناعه التقليديه. لي فيزيتور، الزوار اسيست، يشاهدون او يتفرجون ان بو سبيكتاكل، يعني في عرض رائع. لو سبيكتاكل هو العرض، ان بو سبيكتاكل عرض جميل، ديالاش دو تبوريده، ديال الفانتازيا الفروسيه، ديال التبوريده الخياله. إل ادمير، كتعجبهم لا مونتي ماجيستيوز، يعني الخرجه المهيبه، ماجيستيوز كنقولوا مهيبة أو الجليلة، كنقولوا صاحب الجلالة سا ماجيستي، ماجيستيوز هي مهيبة، عندها واحد المهابة، يعني كتدخل إلا خرجوا عليك الخيالة بداك الشكل ديالهم كتجيك بحال كتجيك الهيبة الخلعة. دي كافالي ماجيستيوز، دي كافالي ديال الفرسان، افيك لور فابيلوز، باللباس ديالهم الرائع، فابيلوز توني، اللباس ديالهم التقليدي تراديسيونيل الرائع، اي لور بو، و البنادق، البندقيات، البنادق ديالهم الجميلة، اي لور بو فيزي، يعني البنادق ديالهم الجميلة. لو سالون دو شيفال، قالك معرض الفرس، ايت اون فيت، هو واحد الحفلة، واحد العيد سنوي، انويال، سنوي، غيش، غني، دو كولتور، ديال الثقافة، اي دو تراديسيون ماروكان، وبي
التقاليد المغربية. هنا بالنسبة للشرح ديال هذه الكلمات الصعبة، ان شابيتو هو اون غروند تونت، واحد الخيمة كبيرة، اون اكسبوزيسيون، واحد المعرض، هو ليو، واحد المكان، او لون بريزونت اللي كنقدموا فيه دي زوبجي او بيبليك اللي كنحطوا فيه ادوات ولا اشياء للجمهور يشوفها، اللي بغى يشري شي حاجه كيشريها. اون برودري هو موتيف فان، واحد الحاجه دقيقه رياليزي مصاوبه افيك ان فيل اي اون ايغوي مطرزه بالبرا و بالخيط والابره. واضح؟ نعاودوا هذا النص هذا باش تنقلوه بشكل جيد. نعاودوا نقراوه. لو سالون دو شيفال ديال جديده. Le salon du cheval d'El Jadida se déroule chaque année au parc d'exposition Mohamed VI. Il réunit sous son chapiteau de nombreuses expositions comme celle de la cavalerie royale. Plusieurs régions du royaume expose les tenues traditionnelles des cavaliers et des selles ornées de broderies dorées. Le salon est aussi l'occasion d'exposer des bijoux, des tapis et d'autres objets d'artisanat. Les visiteurs assistent à un beau spectacle de Tboreda. Ils admirent la montée majestueuse des cavaliers avec leur fabuleuse tenue traditionnelle et leur beau fusil. Le salon du cheval est une fête annuelle riche de culture et de tradition marocaine. اذا هنا ممكن تاخذوا بزاف ديال الجمل تستعملوهم في ذاك النشاط الاول او النشاط الثاني. النشاط الاول اللي كيهضر على معرض الفرس بالجديده، والانشطه الاخرى اللي كتهضر مثلا على اما امسيه ديال الاطفال او ذاك لاتوليه، ذاك الورش اللي كيصابوا فيه رسومات ومجموعه من الاشياء. الى اللقاء.